هذا هو سوق الطيور بقلب مدينة عنابة، فمع نهاية كل أسبوع يستقطب هذا المكان مربي الطيور المغردة والعصافير الجميلة وهواة لإشباع هواية تحولت مع الوقت إلى مهنة تدر دخلا كبيرا. متحف يعج بالحياة وحديقة طيور مفتوحة لمختلف أنواع العصافير. سوق هذا سوق العصافير، يباع فيه العصافير بمختلف أنواعها. نجي كاش ما نشري حاجه ملاحه هكا بنزين ولا كناري ولا هذه، نجي نسوق ندور الفراخ ساعات كي نقعد قاعد مشني خدام ندور نبيع ونشري كاش ما. يا خويا احنا ناس تجار والشونتيون تاعنا راهو قدامكم اللي هنا، ورحنا نبيعوا للناس كل من هنا حتى لتونس، توانسه تدي الموريتانيا تدي، اي يعني اي واحد يجي زاير عنابه هنا يعدي لنا للسوق اللي هنا. الأسعار هنا تحددها نوعية الطير وندرته، فالسوق الذي يوفر كل أنواع العصافير بات ملجأ لعاشقي هذه المخلوقات الجميلة التي أصبحت مهددة بالموت جراء الأخطار التي قد تتعرض لها. بومسين نقص في الشرق عما خطركش الفرق تاعنا يشعلوا في جبال النار في الصيف وزيدوا يقتلوا فيه باللي برودوي، فهمتي؟ نورمال ما احنا نديروا لشنا لهنا في السوق، كل عدنا كل شهر نسيبوا الفلاخ في الجبل تاعنا. كل واحد وزي تاع زوج تاع 18 تاع 500 تاع 350، كل واحد زي. ثم ملاحة عنابة يا ولدي، هي تهلي السومة الملاحة في عنابة، ما كانش السومة كيما تاع عنابة. هنا يكسب باعة العصافير أموال مربحة لتتحول إلى مصدر رزق للكثيرين، وهنا أيضا يمارس هؤلاء الشباب هوايتهم في مشاهدة أجمل أنواع الطيور والاستمتاع بأعذب تغريداتها، إلا أن الهواية الممتعة والمهنة المربحة تبقى بحاجة إلى الكثير من التنظيم من قبل الجهات الوصية لحماية هذه المخلوقات من الهلاك.